مبدأ عمل نظام المراقبة والتحكم المعروف بنظام السكادا. صمم نظام المراقبة والتحكم لمراقبة آمنة وموثوقة وللتحكم في عمل كبرى الشبكات الكهربائية، ويقوم هذا النظام بجمع ومعالجة معلومات مرسلة من محطات كهربائية مختلفة حتى يتم تزويده بمسح شامل لكامل الشبكة. لنرى الآن مثالاً عملياً يوضح لنا أهمية وفاعلية هذا النظام. في هذه الشبكة الكهربائية، تزود المحطة الرئيسية بعض المحطات الفرعية التي بدورها تغذي المستهلكين بالطاقة الكهربائية. ففي هذا المثال لدينا منطقة سكنية ومنطقة تجارية ومطار وميناء ومنطقة ريفية. سنرى كيف سنستفيد من النظام في حال وجود عطل كهربائي في مكان ما. سقط غصن في منطقة نائية على كبلات نقل تغذي المحطة رقم 2 مسببة عطل. هذا العطل سيسبب فصلا في القاطع الكهربائي في المحطة الرئيسية، مسببا فصلا للتيار الكهربائي لكل من الميناء والمنطقة الريفية المغذيان من المحطة رقم 2. هنا الطاقة الكهربائية في باقي الشبكة لم تتأثر. سيتلقى نظام السكادا إشعار بأن القاطع الكهربائي قد فصل التيار نتيجة عطل كهربائي. بالطبع هناك مؤشرات وأجهزة حول الشبكة الكهربائية وظيفتها أن تحدد أين حصل العطل بدقة. في هذه الحالة، مؤشر مرور التيار الخاص في محطة التوزيع رقم 2 سيساعد في إيجاد منطقة العطل. إذن المسؤول في مركز التحكم والمراقبة سيعلم أن العطل حصل في مكان ما في الخط الواصل ما بين المحطة الرئيسية والمحطة الفرعية رقم 2. الآن سيستخدم المسؤول نظام السكادا لعزل المنطقة التي حصل فيها العطل، ويوجه الطاقة الكهربائية للمستهلكين الذي قطع عنهم التيار الكهربائي بالخطوات التالية: قطع الخط الواصل ما بين محطة التوليد الرئيسية والمحطة رقم 2، توصيل الخط الاحتياطي الموصل بين المحطة الفرعية 2 والمحطة الفرعية 3، وذلك لحين إصلاح المشكلة الحاصلة في منطقة العطل. هنا المنطقة الريفية لا تزال بدون طاقة كهربائية، وحرصا على عدم حصول ارتفاع في التيار الكهربائي نتيجة زيادة الحمل، سنوصل هذه المنطقة مع المحطة الرئيسية مباشرة. هنا كامل المنطقة ستكون مغطية بالتيار الكهربائي، وسيكون مكان العطل مؤمن ومعزول تماما ليتسنى للفريق المختص الصيانة. بالتأكيد مكن النظام المسؤول بتحديد منطقة العطل لفريق الصيانة لإجراء الإصلاح للعطل. عندما يتحقق المسؤول أن العطل قد تم إصلاحه، سيمكننا النظام بإرجاع الشبكة الكهربائية لحالتها الأصلية بعد أن يتم اختبار خط النقل بعد عملية الصيانة عن طريق توصيل المحطة الرئيسية بخط النقل الذي حصل فيه العطل وتمرير تيار كهربائي من خلاله، بعد أن نتأكد أنه لم يعد وجود لأي مشكلة وعملية نقل الطاقة الكهربائية تسير بوضع طبيعي. يقوم المسؤول بوصل المحطة الرئيسية بالمحطة الفرعية رقم 2. عندها لن يعد هناك حاجة للخط الاحتياطي الواصل ما بين المحطة الفرعية 2 والمحطة الفرعية 3، ويتبقى هنا توصيل المنطقة الريفية بالمحطة الفرعية رقم 2 الخاصة فيها. والخطوة الأخيرة فصل الخط الواصل ما بين المحطة الرئيسية والمنطقة الريفية. بهذا نكون قد وضحنا مبدأ عمل نظام السكادا وكيف يتعامل في حالة وجود عطل كهربائي.